Barakato, je m'appelle Michael Scherer, je suis d'origine française, converti à Ismail Jadid, Badati Nakil Islam ou Abdou Salam. كنت مقيما بفرنسا بمنطقة الأرزاس وأسكن حاليا بعين الناجة بالجزائر منذ 3 سنوات. أبلغ من العمر 21 سنة، تزوجت بجزائرية منذ 2 عامين ولدي معها طفلان. أعمل ككهربائي، اعتنقت الإسلام منذ حوالي 6 أعوام والحمد لله تسير أموري على ما يرام ما شاء الله. 6 ans que je suis dans cette religion et alhamdulillah ça se passe très bien, inshallah. Je suis rentré dans la religion d'Islam, c'est à l'âge de 16 ans. 15-16 ans, par l'intermédiaire d'un ami, qui s'appelait Mamadou Samiko. C'était un jeune du quartier. اعتنقت هذا الدين وأنا في 16 من العمر بفضل صديق لي يدعى مامادو سانوكو وهو ابن الحي. في ذلك الوقت بدأ كل أصدقائي يؤدون الصلاة في المسجد وكنت أنتظرهم بالخارج لأنني كنت المسيحي الوحيد بينهم، إلى أن جاء يوم وبدأت في مصاحبة مامادو الذي حدثني عن الإسلام وعن الله. كنت أعتبر الله كالصديق الذي تلجأ إليه عندما تحتاج لشيء ما، لأنني كنت أجهل الدين ولكني أدرك أنه يوجد من هو أقوى منا ويوجد خالق للأرض ولكل ما يحيط بنا. فنصحني صديقي بتقوى الله لأنه الإله الأعظم وهو مرسل آخر الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقال لي إذا أردت دخول الجنة عليك اتباع طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Mais je savais qu'il y avait quelqu'un de plus haut que nous, plus puissant, que toute la terre et tout ce qui était autour et tout ce qui a été créé, c'est pas venu comme ça. Forcément, il y a un créateur à tout ça. Alors, il a commencé à me dire, crains Allah, c'est pas ton âme, mais c'est le Dieu tout puissant, celui-là que tu dois adorer, que tu dois vénérer. Et il a commencé à me dire, à me parler, il m'a dit, maintenant, il a envoyé le dernier des prophètes, Khatim al-Anbiya, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed al-Husayn. Et il m'a dit, mais maintenant pour rentrer dans ta soit Jannah ou soit Jahannam. Il m'a dit, si tu veux rentrer au paradis, il faut suivre le tariq du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas d'autre choix. Et moi, je ne trouvais pas de mal à cette religion à la base. Je voyais que les musulmans, mes amis, ils avaient beaucoup de respect envers leurs parents, beaucoup de respect. لم أعارض هذا الدين لأنني لاحظت الاحترام الذي يظهره أصدقاء المسلمين اتجاه آبائهم، كما أن المسلمين في فرنسا يعتصمون بحرمة رمضان ويصومونه، بينما تجد المسيحيين لا يتأثرون أبدا إذا سب أحدهم المسيح أو أهان الله، ولكن إذا تجرأ أحدهم وأهان النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيثور المسلمون ويمكنهم فعل أي شيء من شدة الغضب لأنهم متمسكون بدينهم. تعرفت هكذا على الإسلام، وفيما بعد تعرفت على سليم إدريد الذي زادني تعلقا بالإسلام والمسجد. لقد سألني عن مفهوم العبارة لا إله إلا الله فقلت إنها تعني لا يوجد إله غير الله، وقال لي إنها تعني أن الله هو الوحيد الأحق بالعبودية ولا يوجد شيء آخر يستحق أن يعبد سواه، كما أنه أرسل جميع الرسل والأنبياء على كلمة لا إله إلا الله لتبليغ الرسالة ذاتها وهي رسالة التوحيد، بينما في المسيحية نجد الناس يؤمنون بالثالوث فهم يشركون الله بشيء آخر في العبادة. Trinité, ils disent au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ils associent à Allah un autre avec lui dans l'adoration et voilà comment je suis entré dans l'islam. Maintenant, depuis ma rentrée en islam, j'ai trouvé un but dans ma vie. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Avant, c'est quoi ? جعلني الإسلام أسطر هدفا في حياتي. فقد عشت حياتي السابقة بدون ضوابط تحكمها. لقد اقتصرت فقط على المأكل والعمل والنوم والخروج مع الأصدقاء والتسلية، ولكنني بفضل الإسلام اكتشفت سبب وجودي في هذه الحياة وهو عبادة الله، وهذا مذكور في القرآن الكريم حيث يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلهذا السبب
خلق الإنسان. اعتقدت سابقا أنني أعيش للدنيا فقط، ولكنني الآن أعيش حياتي في الدنيا كمسلم وأعيش لآخرتي لأدخل الجنة بإذن الله. Que tu maries, alhamdoulilah, c'est une âme actée. Partager sa vie avec une musulmane, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. La nosfi din, zawja saliha. Alhamdoulilah, je me suis marié avec une musulmane. إنني في نعمة كبيرة بعد الزواج والحمد لله، فالعيش مع امرأة مسلمة هو أفضل ما يمكن أن يحدث لك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من رزق امرأة صالحة فقد أعين على شطر دينه. وقد رزقت بزوجة صالحة تعتني بي وتفقهني في ديني وتعتني بالأولاد، كما أن علاقتها طيبة مع والديها، وكانت تعامل والدتي كأم حقيقية لها وفق تعاليم الإسلام. وأنا أعيش في سعادة منذ أن تزوجت، ونحن الاثنين نتفقه سويا في الدين. فالمرأة في الإسلام هي أساس المجتمع، ويستقيم المجتمع باستقامتها والعكس صحيح. Si la femme elle est haqqa avec son sa pratique de la religion, les enfants ils seront haqqa. Alors la société musulmane elle sera bien aussi. Son ma femme. Au début, ils n'ont pas trouvé de mal à ça. Parce que j'étais ordinaire. Je faisais juste la prière à la mosquée. Je lisais un peu le Coran sans plus. Je n'étais pas vraiment attaché à la religion. C'est seulement. في بداية الأمر لم يشكل اعتناق الإسلام مشكلا لهم، لأنني بقيت عاديا أؤدي صلاتي في المسجد وأقرأ القرآن قليلا، فلم أكن متمسكا جدا بالدين. ومع مرور الوقت بدأت في تعلم القرآن والسنة أكثر فأكثر. وعندما بدأت في ممارسة الإسلام وفقا للسنة النبوية، انتابع عائلتي القلق من ارتداء القميص وإطالة لحيتي ورغبتي في الذهاب إلى الجزائر والزواج. كنت في طور اكتشاف الإسلام الأصلي كما كان عليه السلف الصالح. أرادوا مراقبتي في المسجد والتعرف على سليم، ولكن أمي بدأت تشعر بالارتياح عندما لاحظت سلوكي الحسن ومعاملتها بالتي هي أحسن، غير أن القلق راودها من جديد عندما قررت الهجرة كما أمر بها الله عز وجل، ومغادرة بلدي غير المسلم فرنسا والقدوم إلى بلد المسلمين الجزائر. لكنني بقيت على اتصال بها عبر الهاتف أخبرها بكل ما يحدث معي هنا بالجزائر، وشرحت لها الوضعية هنا فارتاحت لذلك، لأنها كانت تحمل فكرة خاطئة عن المسلمين وعن البلدان المسلمة من خلال ما كانت تلاحظه في طريقة تصرف المسلمين في فرنسا. لقد اعتقدت أن الأمر أسوأ في الجزائر، ولكنها غيرت رأيها عندما قدمت إلى الجزائر ورأت أن المسلمين بالجزائر يتصرفون بطريقة أفضل ممن يعيشون بفرنسا، فاطمأنت علي هنا. J'ai un petit appartement, je suis avec les frères de la mosquée, machallah, ils s'occupent bien de moi et tout. Ah, ma mère, elle était rassurée. Moi, ces jeunes qui veulent partir à Haraga, je leur donne un conseil. Ah, patientez. Patientez, c'est votre épreuve. Allah, il va vous donner la réussite. Mais c'est clair qu'on ne dit pas je veux, et qu'en échange, on ne donne rien à Allah. On ne va pas faire la prière. أنصح الشباب الحراقة التحلي بالصبر كي يوفقهم الله، فعلى المسلم أن يطيع ربه ويقوم بما أمره كي يستجيب لدعائه. لقد عرفت أخا جزائريا هنا أراد الحرقة، وبعد سماعه لدروس في الوعظ عن الإسلام لدى إمام بالحي غير رأيه وقرر البقاء والعمل في بلده، وتجاوز كل الصعوبات عندما توكل على الله. وبالفعل رزقه الله بعمل كمسير لشركة، وتزوج بامرأة تقية، وحج إلى بيت الله، واعتمر عدة مرات، ورزق بمنزل وقطعة أرض وأطفال ما شاء الله. هذا كله لأنه أطاع ربه. Mais Allah il va m'aider. Et ce frère là, Allah lui a donné un travail. Ça a été le gérant de son entreprise. Il lui a donné une femme pieuse. Et ce frère là, il a déjà fait le Hajj. Il a fait plusieurs fois la Umrah. Et il a une maison et un terrain et des enfants, et mashallah. Pourquoi? Parce que ce frère-là, il a obéi à Allah.